الحمد لله الحمد لله ما فك... ما كانت فكرش مازال كاع بالزنزال اللي كاين هذه النعمه. الناس ماتوا بزاف هنايا الله يرحمهم. هاد الدوار اللي هنايا مات فيها شي 24 واحد، هما تقريبا شي 25 كاينون اللي فيها وماتوا مساكين. نهار السبت طلعنا لقيناهم باقين تحت سميتو، لان ما كاين باش نجبدهم، كنحفروا غير بداك المطارق وداك الشيء. ملي وصلنا للضلا كيبانوا لنا بنادم، ولكن ما احتاجت واحد الجمعيه من جهه ورا جابت الدوزان وداك الشيء، بعدا جبناهم. ايوا الحمد لله. انت تفاجئتي بهذا المنظر، انت من المنطقه؟ اي انا من هذه المنطقه، هذه من المنطقه الحمد لله. انت لقيتي الماء؟ نهار السبت، نهار السبت جينا لهنايا لقينا هذا الخير الحمد لله. صافي حسينا والمعاونات، المعاونات تبارك الله. المهم ما حسينا مازال بويلو بخير، بحال الا ما كان الزنزان. كاين تقريبا هنا القدر الفوق تما فين خرج العين يد قليل، ها سميتو ديالهم اللي كتخرج الماء. ملي جينا لقينا هذا الخير وفرحنا، فرحنا الحمد لله، فرحنا فرحنا بهذا الماء. الناس دابا مشاو مزيرين على الماء هنايا، ما بقاش الماء. هاد الاشجار ولاو كايطا ديال القرقاع ولا كينشف، صافي ما الحمد لله. خير وخير خير، اش من خير دابا؟ الناس غيديروا الخضر ده عاود ثاني ويزيدوا الاشجار، يزيدوا ليه شحال من حاجه الحمد لله. ماتوا بالعطش الناس، مجاو دابا بقى يسقيو بالبهايم العيون اللي بعاد. دابا هالخير خرج الحمد لله الحمد لله. هذوك اللي دارهم الزنزال اللي ماتوا الله يرحمهم، اللي بقاو اللي يعفو عليهم، اش خاصهم دابا؟ هما السكنه. اما الخير طلع الخير الحمد لله، كل الدوار تلقى فيها كل شيء خير، ولكن الناس باقي كينعسوا على برا. لان الديور دابا تلاحوا، كان اللي مشقوقه كاين اللي سبحان الله. انا ماشي تنقط يعني من مواليد ديال هذه المنطقه هذه، تنجيو مره في سميتو في العام، يعني بحكم يعني هذا السفر ديالي بزاف للمنطقه، يعني كاين ما يتشاف في المنطقه، كاين ما يتشاف خصوصا هذه المياه هادو، بخصوص يعني شحال من شلالات اخرين كاينين، ماشي ولكن المشكله ديالنا هو كيفاش خصنا نشهروا هذا الشيء هذا، كيفاش الناس خصهم يعرفوا واش كاين هذا، يعني واش كاين هذا المناظر هادو وسميتو، باش نحاولوا نميو القطاع السياحي مع القطاع البشري. حتى هاد الناس هادو اللي كاينين هنا مهما توفروا لهم الامكانيات وتوفروا لهم اسميتو، يعني يقدر زعما كاين يعطي واحد النتيجه احسن، يعني يعطي واحد النتيجه احسن، وما تكونش حتى ديك الهجره الدراري. يعني الاغلبيه ديال الدراري دابا الا دخلتي للدواور تتلقاهم الاغلبيه ما خدامش، الا ما سافرش ما يخليش، يعني هو اللي تيكون بحال قلتي، هو اللي تيعطي واحد الدافع للابوين ديالو باش يبقاو في هاد المنطقه الجبليه. فإلا قدرنا حنا نطوروا هاد المسائل الطبيعيه اللي عندنا، من المياه من الاشجار من الجبال، يعني نطوروهم، فنقدروا نعاونوا الساكنه كامله، ماشي يعني الساكنه كامله، باش تبقى يعني في الموطن ديالها.